فيديو هذا ما عنده علاقة. الميساج في الواتساب كيقول لك راه كاينه شي حاجه ولا شوف لي هذا المقال ولا قلب على هذه، وكيطلبها بواحد التقدير كتخليك تشجعك انك تبقى. هو الغايه ديالو هو الارتباط بالبحث العلمي، وكيديرها مع كل الطلبه، كل واحد كيطلب منه شي حاجه. فبالتالي فشكرا لهذه العمليه ديال التوجيه، حتى يمكن كنلمسوا فيه حتى هذه الطريقه ديال التنشيط، الندوات واللقاءات. فقلما نجد لقاءات بهذا الشكل هذه تزاوج ما بين الجديه والمنهج ديال البحث العلمي، وكذلك هذا الفضاء ديال المرح وديال ديال 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 جانب من الترويح على الثقل ولا الضغط النفسي. انا كبور دابا الثقل النفسي. شكرا لك، شكرا. وهذا الشيء صدقا صدقا لا العكس عليه كبير بزاف، في واحد لا في تحضير الورقه ولا في المسار ديال تملك اليات التعليم. فاتقاسم معكم هذه التجربه هذه للجميع. فالشكر الخاص للاستاذ. المقال ولا الموضوع كان هو تبسيط المساطر والاجراءات الاداريه للجماعه الترابيه، المنجزات والتحديات. كيف عرفوا الجميع وانه كيف شافوا الاساتذه وانه المقال 55/19 جاء تبسيط المساطر الاداريه. والغايه ولا الاهميه الكبرى ديال هذا القانون هذا هو نقلنا من واحد المرحله ديال التخليقي ديال التدبيري الى القانوني، من تخليقي تدبيري توجيهي ارشادي الى مجال قانوني، وهذا كان كبير. فعلى المستوى الجماعات الترابيه كان واحد المجهود كبير اللي يمكن نرصدوا اولا التقسيم. هو تقسيم ثنائي، المنجزات المتعلقه بتبسيط المصادر الاداريه على مستوى الجماعات الترابيه، ثم الجزء الثاني اللي هو التحديات المرتبطه بتبسيط المصادر الاداريه. بالنسبه للجزء الاول كان فيه حتى هو مقسم لجوج، الجانب الاجرائي والجانب التدبيري. الجانب الاجرائي العمليات اللي تمت هو انه اصدار مجموعه من المراسيم التطبيقيه لهذا القانون هذا، اصدار مجموعه من القرارات تطبيقيا لهذا القانون هذا، ثم اصدار كذلك بعض الدوريات اللي كتنزل القانون. وهذا كان في واحد الالتزام كبير ديال المديريه العامه ديال الجماعات الترابيه اللي اجرات تنزيل هذا القانون هذا على المستوى الترابي. ثم كذلك كان عمل كبير لحصر المجالات اللي معنيه بهذه القرارات الاداريه، تحصرات في 146 قرار اداري اللي معنيه بالمجال ديال التبسيط الاداري، موزعه على 8 ديال المجالات. الأنشطة الاقتصادية والحرفية، الشبكات العمومية، الوقاية وحفظ الصحة، الحالة المدنية، الجباية المحلية، الممتلكات العمومية، التعمير ثم النقل. كذلك على المستوى التدبيري، هذا المستوى الإجرائي كان فيه إصدار ديال النصوص، واحد كان فيه حصر المجالات اللي معنية بالتبسيط ديال المصادر الإدارية. على المستوى التدبيري كان إطلاق مجموعة ديال المنصات الإلكترونية والتفعيل ديال مجموعة ديال المنصات الإلكترونية، ثم التأهيل والتكوين ديال الموارد البشرية. بالنسبة للمنصات الإلكترونية فيها اختلافات، كاين منصات جد متقدمه، نعطي مثال منصه ديال الشفافيه، الان ممكن تجربوا هذه القضيه هذه، طلبوا المعلومه اي اداره طلبوا دابا المعلومه، كيتواصل معكم الشخص المكلف من الاداره كيقول لك الاجل غادي توصلك. اكثر من هذا فهاد الشفافيه هذه، بوابه الشفافيه كيخيرك بانك واش تختار الوثيقه بي دي اف او صوره او وورد. فهذه امكانيات كبيره، حتى لو وصل الاجل وما غاديش توصلك بالوثيقه كيطلب التمديد ديال الاجل وفق القانون. وهذه ممكن تجربوها اليوم، وخا السبت ممكن توصل بايميل كيعطيك واحد رمز لتتبع الشكايه. بالنسبه للشفافيه جد متقدمه، كاين اختلافات في هذه العمليات. بالنسبه للمنصات الالكترونيه اللي كانت مجموعه ديال المنصات، بوابه شكايه، بوابه شفافيه، البوابه كذلك ديال الرخص، فيها جوج ديال الرخص الاقتصاديه ورخص التعمير. بالنسبه للحاله المدنيه حتى هي جد متقدمه، مابقاش خصك تمشي حتى تنقل حتى للجامعه للحصول على الوثيقه، ممكن انك دير هذا الحجز اما من الحاله المدنيه او كذلك من الشباك الالكتروني للوثائق الاداريه في كل ما كيتعلق بها. كذلك بالنسبة لمنصة رخص، منصة ديال المجالس لتدبير المنصات ديال الدورات ديال الجامعات الترابية كاملة، دابا حاليا كاملة كاين هذا الجانب الرقمي فيها. كانت تجربة نموذجية حاليا في نهاية السنة، تعمات تقريبا تجربة على جل الجامعات 1503 ديال الجامعات. ثم كاين منصات على المستوى المالي، جيد أجير لاندماج النفقات.
ثم هذا في الجانب التدبيري على مستوى الإطلاق المنصات، في الجانب ديال تأهيل وتكوين الموارد البشرية حتى هو كانت فيه مجموعة ديال التدخلات، إما إعداد دلائل لفائدة المكلفين بتدبير هذا المجال الرقمي ولا المجال الإلكتروني، الشكايات، الحصول على المعلومة، فكان هذا واحد. كان كذلك من غير الدلائل كانت عملية التكوين، والتكوين كانت كتخاد ثلاثة النماذج، إما تكوين المكوني اللي هما كيتكلفوا بتدبير التكوين على مستوى الجهات، أو التكوين الثاني هو التكوين المباشر في المجال المعين قصد تدبير المنصة، أو التكوين على مرحلتين كيف موقع في التدبير في العملية ديال تبسيط المصادر الإدارية مثل في الجبايات المحلية. كانت تبسيط دورات تكوينية أولية حول التحسيس بأهمية القانون والجدوى ديالو، ثم في مرحلة ثانية دورات تكوينية حول دوك المجالات السبعة اللي كانت. بالنسبة للتحديات قسمتها لجوج، تحديات مؤسساتية ثم تحديات تنظيمية، مؤسساتية وتنظيمية. بالنسبة للتحديات المؤسساتية خليت فيها حتى هي جوج، تعميم الخدمة وتعدد المدخلين. التحديات المؤسساتية فتعميم الخدمة وتعدد المؤسسين. كاين عندنا التحدي ديال تعميم الخدمة، إما بسبب الشبكات ضعف ديال شبكات الربط الإلكتروني، هذا واحد. كاين عندنا التغطية الجغرافية الضعيفة في بعض الجماعات، كذلك الصعوبات التي تواجه المرتفقين في الأمية ديال التعامل مع هذه المنصات الرقمية. ثم كذلك بالنسبة لتعدد المتدخلين، هناك مجالات متعددة، متدخلين متعددين على مستوى الوكالة ديال المعطيات الشخصية، على مستوى الوزارة، على مستوى القطاعات الحكومية، وبالتالي هذا التعدد المتدخلين كيطرح إعادة توحيد ولا إعادة تكاتف الجهود لهذه البلورة هذه. بالنسبة للتحديات التنظيمية فيها العنصر البشري وكذلك غير المرتفقين. بالنسبة للعنصر البشري كاين نقص على مستوى الأطر التقنية، يزداد الأمر صعوبة على مستوى الجامعات، لأنه عندنا الجهاز ديال الموظفين وعندنا الجهاز ديال المنتخبين، يزداد الأمر صعوبة بالنسبة أكثر للمنتخبين. كذلك في صعوبة ديال المنتخبين هو أنه في بعض الأحيان المنصة الإلكترونية أو العمل الإلكتروني أو العمل الرقمي ما كيشوفوش كفرصة، كيشوفوا كخطر وجودي عليه، لأنه غادي ينقص من التواصل ديالو مع المواطنين، غادي ينقص كذلك من العملية ديالو أنه قضاء الخدمة للمواطنين لغرض أو كذا، فكيشوفوا أنه كخطر وجودي عليه في تقليل الخدمة. ثم كذلك عندنا الوعي المتباين ولا المختلف حول هذه المنصات الرقمية، البعض كيشوف أنها كلفة وإرهاق لنا، البعض كيشوف أنها فقط رغبة من الدولة في توفير بعض الموارد المالية، والبعض التوجه الكبير هو أنه هذا الشيء مسار اللي غادي نبنيو به الإدارة المغربية ولا الإدارة الرقمية نحو 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 الأفضل. كذلك بالنسبة للتحديات التنظيمية قلت كاين العنصر البشري، ثم رضا المرتفقين من الأمور اللي مازال عندنا ناقصة، ما كاينش حاليا قياس الرضا حول هذه المنصات هذه، مدى الفعالية ديالها، مدى الجودة ديالها، كذلك قياس الرضا حول أنه هذه التحديات مطروحة إلى يمكن باش كتصيبوا واحد منصة ولا واحد البوابة كتطلب مجهود كبير ديال التعبئة ديال الموارد المالية، مجهود كبير تقني، ولكن بعد أشهر قليلة كيخرج واحد التحديث ولا واحد التطبيق معلوماتي وكتعود هذيك المنصه ولا هذيك البوابه في بعض الاحيان غير هذه جدوى، بالتالي كيطرح عندنا هذا الريال ديال بشكل 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 دوري. صحيح انه عندنا مجهودات كبيره دارت في المنصات، في الاعداد ديالها، في تقديم الدلائل، في التفصيل ديالها، كاينه تحديات كبيره. خير دليل على ذلك هو انه هذه يومين هذه في مراكش اعداد استراتيجيه ديال المغرب الرقمي 2030 اللي فيها اجابه كبيره على هذه الاسئله. وكاين عندنا التحدي الاخر هو الاسراع باخراج القانون اللي هو 41/19 ديال الاداره الرقميه اللي غادي يجاوب علينا على كثير من الاكراهات والصعوبات اللي عندنا ويعني تمن المجهودات اللي تمت. شكرا لكم.